عريضه هذه. مشهوره واش ليه؟ خذ القانوني المشكله القانونيه. نزيدو نديرو الطواف. يلا دري بقاو تما الله رجعنا خلي الله يبارك فيكم غادي نزيد السلام او تما تما الله ماشي في الله ما تهضرش على الدراري بزاف باش يكون الافكار مشاهدينا قناة شوف تيفي اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. كنتواجدوا حاليا بحي المسيرة بحيث كاين واحد الملعب اللي تحرمات منه السكينة اللي كان محسوب على المبادرة الوطنية. المنتخبون ديال هذه المنطقة هذه سحبوه من المبادرة الوطنية على ما قالوا لنا السكينة، ولاو انه مكلفة به شي شركة، ولاو خصهم يخلصوا 150 درهم باش يلعبوا فيه ساعة ديال المكان. هاك تفضل اخويا. اولا السلام عليكم ورحمة الله. كنشكر قناة شوف تيفي على هاد المساندة اللي كتساند جميع المواقف الاجتماعية، ومن بينها الموقف اللي واقفة اليوم الشباب ديال حي المسيرة جوج، ذلك من أجل واحد الملعب هو ملعب ديال القرب. احنا فرحنا بعد تنشئ هاد الملعب وقلنا حق أولادنا غادي يلعبوا غادي يرتاحوا غادي يبعدوا من بزاف الحويج اللي هي خيبة. إذا كنتفاجئوا أن الملعب واحد المده يعني مده ديال كورونا هو كيتصايب. من بعد كورونا قلنا الحمد لله يا كورونا حيدات، الحمد لله رفع علينا الله هذا الوباء غادي تحل. اذا بينا كنتفاجئوا بواحد الشركه وهميه احنا ما كنعرفوهاش، ما كنعرفوش الاسامي وما نقدر نسميتها اسم، حيت ما كنعرفوش شكون هما الاشخاص اللي مكلفين ان نفرضوا على الشباب والدراري الصغار وكل شيء. الشريحه الرياديه كلها بصفه عامه ديال المسيره جوج فرضت عليهم واحد المبلغ اللي هو كي فوق الكاهل ديالهم يعني ما يقدروش، اللي هو 150 درهم. ملي كتقول لي ما جيبوا لنا هاد الناس المسؤولين على هاد الشان، ما كيقول لنا ما كاينش واحد الشركه، ما كنعرفوا لا سميتها لا والو. وبقينا واحد المده وحنا كناضلوا وكنكتبوا في المواقع الاجتماعيه ولا من مجيب ولا، كنقول له ماشي واحد يجي باش يهضر معانا ويفهمنا. حنا ماشي ضد التنظيم، حنا بغينا التنظيم الحمد لله باش يكون واحد الاشعاع ريادي وثقافي هنا في المنطقه، ولكن ما بغا حتى واحد هنا يهضر معانا. واخا قبل ما تدخل هذه الشركه هذه اللي سدات لكم الملعب واش كتخلصوا 150 درهم، شنو واش كنتوا تخلصوا قبل واش كنتوا كتلعبوا فيه عادي؟ انا غادي نعطيك واحد النوستالجيا ديال حي المسيره. على حي المسيره حنا المسيره دابا جوج، يعني من تأنش هذا المشروع سنه 1988 كان عندنا الملاعب ديال التراب، يعني كنقولوا الملاعب ديال الحمري ياك، وهاد الملاعب ديال الحمري اللي كانوا عندنا كانوا ملاعب اللي كبار، ماشي انه يعني كنقولوا فوتاونز يعني ملاعب كبار يعني، وكانوا الدراري كلهم مستافدين كيلعبوا كيديروا دوريات، يعني حتى انها كاينه مؤهلات كبيره كرويه هنا في هاد المنطقه اللي هي ضاعت ملي اولا هذوك الملاعب هذاك الملاعب داروا فيهم منشات عمرانيه يعني تسدوا. وحنا غادي نذكر الله يجازي بخير هذوك اللي كانوا قائمين هذوك الناس اللي كانوا متطوعين وكانوا مكلفين بهذوك الملاعب، كانوا يعني حتى هذاك سميتو الثمن اللي دايرين رمزي باش كيشريو الشباكي وباش كيتراسيو التيرانات. وكنا يعني على طول العام انهم كاينين دوريات، يعني على طول العام كاينين دوريات. ملي تفلح هذا ما بقينا نشوفوا لا دوريات، ان ما بقاوش يستافدوا ابناء المنطقه، ملي كنجيو نشوفوا في الملعب ان ناس اخرين ما كنعرفوهمش يمشيو لابناء المنطقه، وابناء المنطقه مهمشين، يعني كاين الاقصاء والتهميش، وهاد الكلمات بجوج مسطروا عليهم الاقصاء والتهميش، انهم ما بغيو يهضر معنا شي واحد، والمنطقه معتبرها انها خارجه على النطاق الحضاري ولا شنو. اذا هاد الدراري اللي بعد ما يلعبوش فين باغي نمشيو يلعبوا؟ ما عندنا لا دور شباب، لا منتزهات، لا والو، حتى الملعب كما كتشوف فيها واد لام يعني ما كاينش فيه حتى الاناره، فين غادي يلعبوا هاد الدراري؟ ما كنهضرش على راسي انا، انا الحمد لله لعبنا، انا اجي كما كتشوفوا فيا اجي، حنا كنهضروا على الابناء الصغار الجيل الناشئ، فين غادي يفجروا هذيك الطاقات ديالهم؟ فين غادي يفجروها؟ اذا لا ما فجرهاش الطاقه ديالو في الرياضه والمسائل الايجابيه غادي يفجرها في المسائل السلبيه، وحدث ولا حرج، حيت المنطقه ديال حماره ولا المسيره جوج كما كنقولوا، سير دور واحد الدوره خفيفه وغادي تشوف، يعني هذيك الشيء يون دلال جميل،
يعني جميع الانواع اللي كاينه ديال المخدرات اللي كتصور لك في دماغك كاينه هنا. احنا ما بغيناش هاد الابناء اللي غادي يجيو عندنا ومنهم الابناء ديالنا كيما الاخ عيد، الاخ العربي، الاخ محمد والاخوان كلهم، انهم عندهم اولادهم، احنا خايفين على اولادنا، ومن تماك احنا عندنا هاد القرحق باش كنهضروا على المنطقه ديالنا. المنطقه ديالنا ماشي منطقه هامشيه، الحمد لله فيها ابطال، في ابطال، لا في الكره، لا في كره السله، لا في الانيماسيون، ولا كتاب، لا اساتذه، منطقه يعني تشيع. ولكن الدراري اللي جايين هذا الملعب، هذا الملعب هو المتفجر الواحد اللي بقى علينا هو هذا، هما سادينو ياك يعني باش يفجروا الطاقه ديال، من نقول متفجر يعني باش نفجروا الطاقه ديال الدراري الصغار. الحمد لله الدراري الصغار انا كنتفرج فيهم بعض الخطرات وكيشدني الاندر ديالهم انهم طاقات هائله، ولكن خاص مني يشد بين يدهم. حنا خاصنا الارضيه بعد ديال الملعب وعاد نشوفوا كيفاش التاطير ديالهم. وشكرا. شحال ديال الوقت دابا مسدود؟ لا ما كانش مسدود، احنا ملي درنا ملي بدينا كناضلوا يعني هذه المناضله الخفيفه السلميه اللي ما فيها لا غواته كما شفتوا، انتم جبتوها على غفله ولقيتونا احنا واقفين بكل الادب والاحترام وكنهضروا معاكم، يعني ما كنغوتوا ما والو، يعني باش ما يقولش لك حق المنطقه ديال المسيره جوج منطقه شعبيه وفيها الهراج والمار، لا احنا كنهضروا بكل عقلاني، احنا ماشي ضد التنظيم ولا شنو، من ضد. كيفاش كان من المبادره الوطنيه تحول الشركه؟ وما ما كاينش بما تحل انها شدته الشركه، ما يعني سميت المبادره الوطنيه مكتوبه في واحد اللافته راه هي تحيدات ياك، تحيدات ما عرفنا شكون يحيدها. هذاك الشيء ده مصوبينات احنا ما عرفنا هو. يعني حيدوها مكتوبه في الباطن، اما التسيير فهو عباره عن شركه، ملي كنقولوا واش الشركه شكون واش مكلفه بها؟ واش الجماعه؟ ولا مكلفه بها شي حاجه اخرى، كتمشي عند الجماعه المنتخبين ديالنا كيقول لك لا العماله وكيبقاو يصيفطوك بين هذوك، احنا ما عارفينش هذا الشيء. دابا الخاص ديال 150 درهم شكون اللي كيتخلص؟ دابا كاين واحد جوج العساسه وحنا هما ابناء المنطقه، احنا ما كنحملهمش المسؤوليه دوك العساسه، لا هما منا وعلينا، هما مساكن الناس ما خداميش، جات هذيك الشركه غادي تقول لهم خدموا يعني باش يعسوا، هما اللي كيشدوا هذيك البركه، ولكن كيجي في الاخر ديال النهار واحد الشخص انا ما كنعرفوش كياخذ هذاك هذاك وكيمشي. منتخب ولا وراء؟ ماشي منتخب، كنا كان منتخب غادي نعرفو، حنا حتى لا ما انتخبناش حنا اللوائح الانتخابيه اللي كانت كدور وهذوك الاوراق اللي كيتشتو غادي نعرفو شكون هو اللي منتخب وشكون هاد الناس ما كنعرفوهمش شكون هما. احنا ما كنعرفوهم، كنا يجيو عندنا بحالنا دارتنا شوف تي في مشكوره وتناقش معانا غادي تناقشوا معاها، ندخلهم اسيدي انا لداري ولا يدخلهم الاخ هذا ولا الاخ هذا ماشي مشكل عندنا ويهضروا معانا، حتى لا خافوا من الصداع يقولوا لنا شكين، ما قالوا لنا والو. قبل ما تدخل الشركه هذا الملعب كنتوا كتستافدوا منه؟ وكان هذا الملعب، هذا الملعب باش نقول لك هذا الملعب، هاد الملعب هاد 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 التيران كله كان خاوي، الحمد لله نشأوا فيه المسجد اللي كيصليوا فيه الناس، مسجد كبير يعني مسجد جامع، وداروا فيه مستوصف، وداروا فيه واحد الروض وشي حاجه ديال المبادره ديال هذاك الشيء ديال الحلاقه وهذاك، هي بقى هاد الفضاء بقى خاوي، كان واش كاين كيتمركزوا فيه؟ كان كيحطوا فيه غير الشاحنات، يا حنا قلنا ما عندناش ملعب ما بقوش الملاعب، إذن وفتحوه، هما يبداو قال لنا حق المنتخبين وهذا وهذا، هادشي اللي قالوا لنا يعني هذاك الشيء وهمي، ملي نشأوه بقى واحد المدة ما حلوش، ماشي داروا لنا بخاطرنا وجا مثلا واحد الافتتاح اللي غادي يكون شوية هذاك وغادي يكون يجيبوا للدراري تونيات وأحذية ويديروا، ما داروش لنا هذا الشيء، حتى الغد ليه ولات هذيك الشركة الوهمية اللي كتسير. كت ساعة 150 درهم. ساعة 150 درهم، وأنت كتشوف أنا الحي فقير. ما كاين فيها شي دوش. ما كاينش الإنارة. الإنارة ما كايناش باش تحط الحوايج ديالك تنقولوا في فيستير ولا مستودع المسائل، هذاك الشيء التسيير العشوائي كما قال الأخ مشكور. التسيير العشوائي ماشي 150 درهم ديالك. هو انت هذه نقطة استفهام ماشي صغيرة، نقطة استفهام كبيرة. انت هذا المنبر ديال شوف التيفي كنقول مشكورة لأنها ديما مساندة الطبقة الهشة وصاحب المشاكل، حنا كنجيب لكم المشاكل في الحقيقة. يا هذا زعما انتوما هذا الصوت ديالنا وصلوا لهاد الناس اللي تقول لهم ها حنا ها ها لايف ها الناس كيهضروا. بغي شنو التساؤلات ديالك انت دابا؟ بحال اش استاذ؟ يعني شنو الاسئله اللي كدور في بالك باش ومجموعه ديال الاسئله؟ دخلتي كملت الفكره باش تجاوب.
اولا اولا التساؤلات شكون هي الشركه اللي كتسير باش الا كان شي نقص في الملعب غادي نمشيو عند هذوك الناس المسؤولين نقولوا لهم خاصنا وخاصنا وخاصنا ياك ياك شكون هما الناس ما كاينينش ما عرفناهمش ونناقشوا معاهم الثمن حيت قلت لك ان هاد 150 ما فيش طاقه ديال الشباب كاين اللي كيقرا الاغلبيه ديال الدراري اللي كيقراو ومن اسر فقيره. السؤال اللي بغينا نعرفه هو شكون اللي استينا مع الشركه هذه؟ يعني كما قال الاخ سي محمد شكون هو اللي استينا من العاوه؟ شكون هو اللي عطاها الحق انه باش تسير؟ شكون؟ شكون هو اللي عطاها الحق انه باش تسير هذه الشركه؟ الطلب ديالنا خاص الدراري تفتح لهم بالمجان يعني لا ريال لا جد ريال. لا دار الحل ولكن احنا ماشي ضد التنظيم لكن شي ثمن رمزي شويه اللي يقدر مثلا نجي انا ولقى دراري صغار كيلعبوا ونجبد مثلا واحد البركه ونقول لهم هذه الدراري باش هذاك ماشي مشكل اما باش يتقلوا علينا ويفرضوا علينا ويجي البراني يلعب احنا ما قابلينش هذا الشيء. لما كتوجه الرساله كنوجهها ديما للمسؤول اللي ما كنعرفش سميتو انا كون كنعرف شي مسؤول غادي نمشي نوقف معاه وغادي نمشي ياك هاد التسيير كتكون عندهم ادارات كتكون عندهم مقرات ما كاينش احنا ما كنعرفو لا مقر لا اداره مع اللي غادي نهضر حيت الا مشينا عند المنتخبين كيقول لك احنا ما مكلفينش بهذا الشيء غادي يصيفطوني عند العامل غادي الا بغيتي تدخل عند العامل خاصك تكون عندك دعوه وخاصك هذا وحنا خدامين حنا عندنا وليدات ماشي حنا مسالين ما كنديروا والو باش غادي نبقاو نمشيو ونجيو والدراري الصغار ما كيعرفوش الدراري الصغار لقاو فضاء يعني ملعب ديال القلب خاصهم يجيو يلعبوا دابا حاليا حتى واحد ما بقى كيلعب فيه بهذا الشهر وهذه واحد ثلاث ايام ولا اربع ايام لاننا ملي وقفنا ودرنا واحد التصعيد في الفيسبوك والانستغرام والمسائل ديال لي سوسيال اننا سدينا حيت مشينا اقرب حاجه وحده ديال الاداره هي المقاطعه مشينا عند السيد هذاك السيد القائد واستقبلنا مشكور يعني باش نقول لك وقال لك وسير ها حنا غادي نوقفوا باش ما تكونش شي حاجه فولونتير يعني ما تكونش شي حاجه اللي غادا تضر بكم وفيما تلقاو حل حنا دابا جيتو نتوما على غفله هاك واخويا السلام عليكم خويا المشاكل اللي كاينه هنايا هي ديال الساكنه ما قادراش تلعب ب 3000 ريال فهمتيني هاد الملعب القرب كيكون فابور دابا كاع الملاعب القرب كلهم كيستغلوهم بحال ما كا 3000 ريال باش تلعب الساعه ديالك ولكن كاينين الناس هنايا خويا ما قادرينش يعطيو 3000 فهمتيني تيران خاص يكون شي ثمن رمزي دابا هاد الناس المسؤولين عينا ما نعيطوا لهم في التليفون عينا ما نعيطوا لهم في التليفون كنقول لهم جوا عندنا ريحوا معانا اتفاهموا معنا على الثمن شي ثمن زوين باش يعودوا الدراري كاملين يلعبوا فهمتيني ما كيجيوش عندنا خويا والله ما كيجيو عندنا ما كيعبروناش كان عبد الله هو اللي كينظم هاد التيران هذا عبد الله هذا مشكور الصراحه حيت نهار الشركه اللي صايبت هاد الفضاء هذا شي عامين تقريبا باش مشات وبقى السيد هذا عاس على التيران فابور فهمتيني ما كيتخلص ما والو كنشكروه ولكن هاد الناس اللي دابا كيفرضوا على عبد الله باش ياخذ من عندنا 3000 ما كيهضروش معانا ما عمرنا شناهم ما عمرنا عرفناهم واخا شنو هو الثمن الرمزي اللي يقدر انه يخلي الدراري الثمن الرمزي اخويا الثمن الرمزي الثمن الرمزي يقدر يبدا من 20 درهم اخويا من 20 درهم حتى 30 درهم هذا هو الثمن اللي يقدر الدراري كاملين يقدروا يجيبوا 30 درهم لا تعاونوا يقدر كل واحد يجيب 50 40 30 ولكن هذا الثمن الرمزي قلت لك من 20 30 مره عندك مره ما عندكش خاصك تلعب هذا الثمن الرمزي حنا باش نخلصوا العساس وباش حتى واحد كنشكروه حتى هو راه وقف معنا على التيران هذا الصراحه راه عامين قلت لك بلا خلاص راه ما يمكنش شي واحد يبقى هنا عامل بلا خلاص ويبقى يبارك لك هنا شي يكون مشى هو من هنايا التيران غيتخرب فهمتينا اخويا شي واحد يدوي الدراري بسم الله الرحمن الرحيم سنشكروا هاد الاخوان اللي هضروا في هاد اللايف باللفظ ديال السكينه حنا سنهضروا باللفظ ديال السكينه ويسمحوا لينا السكينه الا طفلنا عليهم هضرنا بالصوت ديالهم بالاسم ديالهم هذا المهم حنا كنا درنا واحد جوج خطوات كنا درنا الخطوه الاولى اتصلنا بالسيد المسؤول على هاد التيران هذا قلنا ليه هود معنا جي دوي معنا ودوي مع السكينه راه مزيان بزاف هاد الثمن هذا بان راه الثمن غالي شويه هود معنا باش ندوي على هذا قال لك اسيدي انا ما عندي ما ندير لكم انا سيروا عند القايد السيد القايد وسيروا عند العماله هما اللي الناس اللي حطونا هنا باش نسيروا هذا الملعب الوغ احنا مشينا دزنا عند طلعنا عند القايد دفعنا ليه اللائحه ديال الناس السكينه واحد العريضه فيها تبارك الله واحد العدد كثير ديال السكينه بانها ستهضر على هذا
ملي هضرنا على الملعب وزيد المنطقه عاوتاني هضرنا على الملعب وهضرنا على هاد الناس كل شيء، قال لك سيدي ان حنا ما عندنا ما نديرو لكم، انتم الشركه راه مسيره هاد الامور، حنا سنطالبوا من الشركه هذه اللي ستقول لك حنا مسيره هاد الامور، حنا قادين نسيروا هاد التيران هذا نسيروا بنفوسنا، هاد السيد هذا السيد اللي عاس هنا نقدروا حنا نتكلفوا به ويسير الملعب بلا ما يسيروا لنا لا شركه لا والو، حنا الناس ديال الساكنه قاد دابا تسير الملعب كما بغات، وسنطلبوا من الناس الساكنه يصبروا معنا شويه ان شاء الله تيتوصل نوصل الصوت ديالنا لاعلى السلطه في هذا البلاد. لما تبغى توجه الرساله ديالك؟ سنوجد الرساله ديالي للناس المسؤولين، اولها السيد القيد ديال هذه المنطقه، وثانيها هو العامل، وثالثا هو الاخ المسؤول على هذه المنطقه ديال الرياضه. سنوصل لهذه الرساله، وكنا تصنتنا واحد اللايف ديالو بان سيقول لك هاد التيرانات جميع ديال القرب بالمجان، وسيناضل وسيدوي على سيقول لك بالمجان، نسطروا على هذه بالمجان، بغينا حتى هو يعطينا شي توضيح اكثر في هذه المساله ويسمحوا لنا الشباب. إذن مشاهدينا الكرام كيف ما تبعتوا معنا المشكل الكبير اللي كان عند هاد الساكنة هادي بخصوص ملعب القرب اللي كيما كيقول أنه بالمجان، لكن الوليدات ديالهم كيخلصوا 150 درهم باش يلعبوا ساعة ديال المكانة، هاد 150 درهم هاد الناس ما عرفوش لما كتمشي، ما عرفوش ديالاش، ما كاين لا كرة، ما كاين لا مراحيض، ما كاين حتى شي حاجة، كيتمناو هاد الناس تدخل أحد المسؤولين ووصل الصوت ديالهم. كذلك مشاهدينا الكرام كنتمنى تبارطاجيو هاد المباشر هذا باش يوصل الصوت ديال الساكنة هادي، وإلى هنا انتهت البث المباشر. وإلى اللقاء.